هنا قلت يا شباب ركزوا على نقاط القوة في شخصيتكم. يا سلام، كل إنسان عنده نقاط قوة. ثانيا في النجاح أول طريق النجاح فشل، أول طريق النجاح سقطة، أول طريق النجاح تعب، مرحب. أول طريق النجاح ألم. أي إنسان في المجتمع متميز ووصل الدرجات العلا، اعرف أن في بداية مسيرته التعب. إذن التعب للرجال، والفرحة من بعد تعب لها طعم. هذا واحد. اثنين، اسقلوا بأنفسكم، ركزوا على نقاط القوة في شخصياتكم. كل إنسان عنده نقطة قوة. من أهم نقاط القوة البارزة فيكم عمركم، شباب. أنتم الآن تقدرون تصنعون لأنفسكم مسيرة ونجاح ما يقدر يصنعه واحد في آخر العمر. واحد. اثنين، الصحة، هذه من النقاط الإيجابية. ثلاثة، العلم، كلكم متعلمين وعلى وعي. ثلاثة، أربعة، الآن أن تصنع أول خطوات مجدك وشهرتك بيدك، يعني تنطبق عليك الآية الكريمة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني أي سلوك الآن تراه بيقعد في اليوتيوب وبيقعد في ذاكرة المشاهد. إذن قبل لا يكون لك ردة فعل وقبل أن تتخذ قرار، التأني في اتخاذ القرارات، التأني في كل الأمور. أيضا انظر لكل موضوع من كل الزوايا، انتبه ثم انتبه أن يقودك الغضب إلى سلوكيات خاطئة في حق نفسك وفي حق زميلك، وقد تفهم غلط ويكون لك ردة فعل غلط فتنجبر أنك تظهر بالمظهر السيء وأيضا تعتذر فقط عشانك ما تأنيت. إذن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تغضب، جاء أحد الصحابة قال يا رسول الله أوصني، قال اللهم صل عليه وسلم لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب. محمد صلى الله عليه وسلم لما رددها ثلاثا يعنيها. إذن لا تغضب ثم لا تغضب ثم لا تغضب. ثانيا، استعينوا بالصبر وبالصلاة. الصلاة خصوصا في وقتها، الصبر أيامه بتعدي. الآن مذيعينكم مقدمين الفقرات ثلاث أرباعهم من زملائكم في البزنس اللي تخرجوا قبل شهر أو 20 يوم، بحول الواحد الأحد نرى بعضا منكم وثلة منكم في مراجل 9 وفي البرنامج التالي. هل هو صعب؟ لا مو بصعب، بس تعتقدون أنك بتحصد نتائج في آخر المطاف؟ دائما الأعمال صحيح بخواتيمها، ولكن البداية الموفقة تصنع نهاية بحول الواحد الأحد موفقة جدا. يعطيك العافية وعد. يا سلام عليك. أنا أستفيد والله من هذه الرفع المعنوية اللي في خاطر السؤال يا شباب قبل لا نغير المكان. تفضل يا سلام. أول شيء طويل عمر السلامة، والله ما عندي سؤال. السلام. هذا الأمر الأول. وثاني